هنعمل مع بعض برجر الفراخ. ده صدر فرخة، نص كوباية بقسماط، بصلة صغيرة، فصين ثوم، الورق بتاع البقدونس بس ممكن تستغني عنه. هنا بقى التوابل، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة مليانة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، ربع معلقة بيكربونات، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل اسود، ومعلقة كزبرة. كل الحاجات دي هاخدها وافرمها في الكبة مع بعض. هنا اهو فرمت الفراخ في الكبة. اللي ما عندوش كبة دي مطحنة التوابل اللي بتبقى في الخلاط، تقطعيها مكعبات صغيرة وتفرمي شوية بشوية عشان ما تحمليش على الخلاط. برضو دي لما بكون بعمل بيتزا عايزة حتة لحمة صغيرة بعملها هنا، لكن كمية كبيرة طبعا هتبوظ لك الخلاط. هنا لسه ما خلطتش البقسماط، هفضل اقلب لحد ما البقسماط كله يدخل جوه الفراخ، ما يبقاش فاضل منه حاجة. طبعا البقسماط احنا عارفين قبل كده ان بجيب العيش الفينو اللي يفيد بحمصه في الفرن واتبله بالتوابل اللي انا عايزاه، بدل ما تشتري فيجيتار من بره او بقسماط جاهز من بره. في ناس كمان بتعمل بقسماط من العيش البلدي برضو بتحمصه وتفرمه. هفضل اقلب لحد ما كل الحاجات تبقى زي قد بعض مع بعضها. هنا خلاص دخلت البقسماط كله مع بعضيه في الفراخ. هنا جايبه علبه، غطا، برطمان، اي حاجه عندك، المقاس اللي انت عايزاه، طبق، بحط كيس عشان ما تلزقش جواها. ممكن تعمليها انت كور على ايديكي اللي يعجبك، بس الطريقه دي عشان يطلعوا كلهم مقاس واحد وقد بعض. عايزاه ارق، تجيبي غطا البرطمان ارفع، كل الحاجات دي في ايدك انت. هنا هطلع بس الكيس، هنا بقى هوريكم ازاي تعمليه وتحطيه في الفريزر، وهطيب معاكم برضو دلوقتي وهوريها لكم. ممكن تفرديه كله على كيس وتقطعيه باشكال لو حابة كده برضو. هنا اهو حطيت اتنين، ده كيس عادي اللي احنا بنستعمله، فتحته نصين وهحطه كده. ممكن لو مصغره الدوائر شويه تحطي ثلاثة جنب بعض، بس لازم الكيس الفاصل اللي بينهم ده عشان ما يلزقوش في بعض وما تعرفيش تطلعيه. بتطلعيه من الفريزر يعني فك 5 دقايق بس، وتكوني مجهزه الجريلا والطاسه على النار وتشوي او تقليه اللي يعجبك يعني. هعمل كل الكمية وهوريها لكم في الاخر. هنا اهو خلاص عملت كل اللي هشيلهم في الفريزر وهغطيهم، بعد كده الفهم بسترتش، ما عندكيش استرتش بتحطيهم في كيس. هنا بقى هعمل دول كده اهو على ايدي عشان اوريكي برضه انا ممكن تعمليه كور انت كده على ايدك.
هي ميزة الغطا او الطبق الصغير ان بيطلعوا كلهم متساويين قد بعض. هنا ممكن تعملي دول كمان صباع، مش لازم داير، بس هنبططه شوية عشان بس ايه يستوي. ممكن لو كانت فكة في ايدك خالص دخليها التلاجة نص ساعة عشان تعرفي تشكليها. دي كرة صغيرة وهقليهم دلوقتي معاكم. هنا حطيت طاسة على النار، انا عندي الجريل بس قلت اوريكم في الطاسة عشان الناس اللي ما عندهاش الجريل، واحط فيها شوية زيت مش هكتر زيت عشان الصواني الطاسات التيفال دي مش بتحتاج زيت كتير. هستنى بس الزيت يسخن شوية وهنزل عليه بالبرجر. هنا اول زيت سخن هنزل بالبرجر عليه. ممكن كمان تحطي معاهم، تقطعي في بصل شرايح وفلفل شرايح والطماطم، وبعد ما تطلعي البرجر تحطيهم ياخدوا تشويحة كده على نار بسيطة، بيبقى طعمهم مشوي وجميل جدا. وترصيهم في الكايزر او زي ما تحبي بقى. المعلقة دي بتساعد جدا في قلب اي حاجة من الحاجات دي، لما تكوني عاملة برجر او عاملة كفتة. شوف انا هنا موطية النار على الاخر وما خدش وقت. الفراخ كده كده بطبيعتها ما بتاخدش وقت في السوق. انت ممكن لو عامله كميه تطيبي واحده بس عشان تشوفي الملح بتاعهم مظبوط ولا لا، عشان طبعا في ناس بتحب الحاجه اكلها حادق شويه، دي حاجه ترجع لكم انتوا بقى. دي خلاص استوت عشان صغيرة بس. وتقريبا خلاص كله استوى، فهطفي النار واطلع. هنا هو اللي سويناهم، طلعتهم على ورق مطبخ يتصفوا من الزيت، وده اللي احنا عملناه غلفته بالاسترتش. زي ما قلت لك ما عندكش استرتش تحطيه في كيس، بس الكيس حاولي تطلعي منه الهواء وتقفليه كويس عشان ما يدخلوش اي تلج من الفريزر. وان شاء الله تجربوه وتعجبكم وتابعوني على تتمطبخ.